لكن هناك أشياء يعني تفوق هذه الموافقة. هناك 3 شروط إيرانية فرضت على الحكومة العراقية للموافقة على إرسال المبلغ المالي المطلوب لرواتب حكومة إقليم كردستان. أولا تفكيك المجاميع المسلحة التي لا تهدد إيران، ثانيا إبقاء حزب العمال الكردستاني في سنجار، ثالثا إزالة أو يعني تقليل الضرائب من قبل حكومة إقليم كردستان من البضائع الإيرانية التي تصل إلى داخل حكومة إقليم كردستان. إذن بكل صراحة الخلاف نستطيع أن نقول بأنه على أشده، وخصوصا أن هناك أيضا تهديدات تواجه أربيل على سبيل المثال، وهذا أعتقد سوف يعتبر خبرا جديدا لم تتناوله وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية، أنه قبل قليل مجلس الأمن في إقليم كردستان كشف عن هوية مرتكب التفجير الذي حصل في أربيل قبل أسبوع على إحدى جسور المشاة، وهو ينتمي لإحدى المؤسسات التابعة لحزب العمال الكردستاني، وهو من منطقة شمشمال أصلا ومن قرية التكية. إذن فلنرى هذا الربط بين كل هذه الأحداث، ولنرى هذه التهديدات التي تواجه أربيل والتي تواجه إقليم كردستان. ولكن بكل صراحة هناك مسألة الضغط الأمريكي، هناك مسألة فتح باب الحوار، هناك مسألة البراغماتية في إقليم كردستان والتي تتسم بها الأحزاب والأطراف السياسية في الإقليم. من الممكن أن تبين بأن هناك آفاقا للحلول، ولكن هل ستكون الحلول ترقيعية؟ هل ستستغل هذه المسائل لدعايات انتخابية أو لتحشيد ضد إقليم كردستان سياسي؟ نعتقد بأن هذه المسائل سوف تفشل وتؤخر من تقدم الدولة العراقية. ولكن حل سريع يلوح في الأفق في هذه الفترة أنا لا أعتقد ولا أتصور، وأعتقد بأن هذه الخلافات سوف تبقى لفترة من الزمن على الأقل لحين أن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية أكثر على الحكومة العراقية، لأنها طالبت بتنفيذ المادة 140، طالبت بحل المشاكل مع إقليم كردستان، طالبت بتنفيذ قانون الموازنة. أعتقد بأن الضغط الأمريكي سيساهم في التقليل من حدة المشاكل، لكنه لن يحل كل المشاكل. نعم.